علاش انفو كنهنيو فريق لكسوس وكنهنيكم شخصيا على لانكم نتوما اللي مكلفين يعني رئيس الفريق. الصعوبات يعني اللي واجهتكم في هذه السنه هذه يعني يمكن تكلمنا عليها الصعوبات طبيعة ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا على التهنئه وشكرا على المواكبه. لكسوس كما كتعرفوا انه هذا العام حقق يمكن نقولوا انه حقق حلم حقق من المستحيل، رغم الاكراهات رغم الظروف اللي عشناها واللي عاشوها الشباب، ولكن باراده ديال الشباب والقتاليه ديالهم وحبهم للفريق وحبهم لهذا تحقيق الامل ديال سكنه منزل العرائش، استطعنا نحققوا هذا الهدف اللي هو الهدف الجميل باش نرجعوا العرائش للماضي الجميل ديالها ونكونوا خير سفراء لمدينه العرائش. فيما يخص الاكراهات اللي كانت عندنا هذا العام هذا، فلا يخفى على الجميع اننا لعبنا موسم كامل خارج الميدان، كنا كنضطروا نلعبوا المقابلات اللي كنصادفوها في المدينه ديالنا كنلعبوا في القصر الكبير. كان عندنا اكراه ديال القاعه كما قلت، اكراه ديال وسيله التنقل، اننا نقلنا المسافات بعيده بوسائل النقل اللي هي مكلفه بزاف. نعم، اذا هناك ظروف التنقل والظروف يعني الماديه الصعيبه اللي واجهتكم، اضافه للصعوبه ديال التدريب، كيفاش كتواجهوا التدريب يعني اخص التدريب، لان كتكون يمكن تلقاكم صعوبات كبيره في التدريب؟ اكيد المشكل ديال التدريب كان دائما عندنا مشكل فيها، حيت ما عندناش قاعه مغطاه، يعني في الوقت اللي كيكون الشتاء البرد هذا ما كنستطيعوش ندربوا، كنمشيو نلعبوا في قاعه مغطاه اليوم ديال المقابله، يعني ما كنحضروش بواحد اليوم ديال التدريب، يعني الا بغينا نمشيو ندربوا خصنا نتنقلوا عاوتاني لمدينة القصر الكبير باش ندربوا. كذلك الظروف اللي كتنقلوا فيها صعيبه، لاحظت من ناحيه اللوجيستيك، هنا فرق يعني في نفس المستوى اللي كنتوا كتمارسوا به كتوفر على وسائل النقل يعني في ممتازه، بينما لا زال فريق لكسوس يعني كيعاني من على في ظروف التنقل. يمكن تكلمنا يعني حتى لان ما ترتش النقطه هذه في الاجتماع، يعني الظروف اللي كيتنقل فيها الفريق والصعوبات اللي كتواجهوا على مستوى التنقل. هذا هو الاشكال اللي كان عندنا مطروح دائما، وسيله التنقل، اننا حنا كنا كنتنقلوا كلاو مع فرق، كل فرقه لعبنا معها كلها عندها وسيله نقل، الفرق اللي لعبنا معهم كاملين عندهم وسيله نقل الا العرائش، العرائش اللي ما عندهاش وسيله النقل ديالها، العرائش اللي ما جا بالترونسبور اللي هو شخصي. وكنتمناو ان من السلطات المحليه المسؤولين انهم يوجدوا لنا حل لهذا. هذا المشروع هذا هو مشروع مدينه، بحيث مثلا هناك بعض التجارب على مستوى مدينه طنجه، يعني بدات بالباسكيت كانت هو الرافعه ديال الرياضه على مستوى مدينه طنجه، يعني بالنسبه لكم واش كتطمحوا، يعني طموح ديال الفريق شنو هو بالنسبه لرفع من مستوى الرياضه ممارسه الرياضه وديال كره السله في العريش؟ اكيد حنا 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 خدينا على عاتقنا التحدي، وسميناها بان هذا سميناها تحدي، اننا حققنا المستحيل بوالو، وكنا كنتمناو انه تكون عندنا بعض المساعدات تكون عندنا، ولكن الطموح ديالنا ان بغينا نوضعوا الصوره امام الجميع باش يتحمل كل شيء مسؤوليته. نعم، على مستوى الدعم والمساعده، يعني شنو هي الرساله اللي يمكن توجهها للفاعلين الاقتصاديين يعني لدعم هذا الفريق، لان دابا الان صباح يعني في الواجهه ديال الرياضه، ويعني ومفروض عليكم تحديات يعني لابراز الطاقات الامكانيات ديال المدينه، لان الفريق هذا حقيقه بين على مستوى يعني قاهر الفرق الكبار على مستوى كره السله، يعني شنو يمكن الرساله اللي يمكن توجهها للفاعلين الاقتصاديين؟ انا نتمنى من باب هذا المنبر كنوجه رساله الى جميع الفعاليات الاقتصاديه بالمدينه، السلطات المحليه، المجتمع المدني، باش يساهم في المساعده ديال المشروع، باش يتبنى مشروع لكسوس. مشروع لكسوس هو ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نوصلوا لاكسيلونس، اننا نكونوا فريق نموذجي، فريق اللي هو في المستوى، ونرجعوا الامجاد كما قلت لكم ديال مدينه العرائش. شكرا سي